للأفراد والمجموعات، فضلا عن مسألة تتعلق بالعدالة، يعني إدارة العدالة بصفة عامة. لابد أن يكون تفعيل لدعم هذه الأنشطة الحقوقية لتكون هناك يعني الأرضية الإيجابية لعمل عربي مشترك والأرضية الإيجابية للنهوض بالشعب العربي. وخلال الجلسة الأولى تم التطرق لأهمية أن تعى الحكومات العربية أن الانتماء والوحدة والأمن القومي لن يتحقق دون ضمانات حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وضرورة السعى بالدول لجميع مواطنيها دون تمييز مع الالتزام بالمواثيق الدولية والإقليمية. هذا المؤتمر يعتبر مبادرة نحو مناقشة هذه القضايا والخروج ببعض التوصيات التي يمكن من بشأنها أنه تتحرك الدول العربية المختلفة. وفي نهاية الجلسة كشف العربي أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للخروج باتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها قريبا. رغم من المتغيرات السياسية والحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية للمطالبة بالانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن النجاحات التي حققتها حركة حقوق الإنسان يراها مراقبون ليست قليلة، ولكن الطريق لا زال طويلا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة بأكملها. أسماء حسن، النيل. وإلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تتعرض رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي لهجوم مسلح، وذلك بعد إعلانها الانضمام لعملية الكرامة في ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر. يأتي هذا بينما قال شهود عيان إن انفجارات ومعارك دارية بأسلحة مضادة للطائرات سمعت بالقرب من معسكرين للجيش في العاصمة الليبية طرابلس، كما وقعت معارك دارية بالقرب من معسكر للجيش في ضاحية طاجورة الشرقية. كانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت انضمامها إلى العملية مؤكدة انحيازها الكامل لإرادة الشعب. أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي تأجيل التصويت على منح الثقة لحكومة أحمد معتيق لجلسة الأحد المقبل. كان المؤتمر الوطني قد اجتمع أمس في أحد فنادق العاصمة الليبية إثر الهجوم على مقره الأحد الماضي من قبل ميليشيات الزنتان، الذراع العسكرية للتيار الليبرالي، والتي تطالب بحل المؤتمر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تؤيد أو تقبل أو تساعد في الأفعال التي قامت بها مؤخرا قوات موالية للواء الليبي المنشقة خليفة حفتر، ومنها هجوم على البرلمان. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جان فاساكي إن الإدارة لم تجري أي اتصال مع حفتر في الأونة الأخيرة، وجددت باساكي دعوتها لكافة أطراف الصراع في ليبيا بوقف العنف والسعي لإيجاد حل للأزمة بشكل سلمي. أجرى وزير الخارجية نبيل فهمي اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية ليبيا والولايات المتحدة والجزائر وتونس والسعودية والإمارات والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لبحث تطورات الوضع في ليبيا. إلى ذلك تتابع الخارجية باهتمام أوضاع المصريين في ليبيا، وقد أوضح المتحدث باسم الوزارة سفير بدر عبد العاطي أن السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس وبنغازي خصصوا أرقام هواتف لتلقي استغاثات المصريين في ليبيا، وطالب عبد العاطي المصريين بعدم السفر نهائيا إلى ليبيا في الوقت الراهن. إلى تطورات الشأن السوري، حيث أعلن رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح أعلن أن اجتماعا استثنائيا لوزراء الخارجية العرب سيعقد خلال شهر يونيو المقبل لبحث تطورات الوضع السوري. جاء ذلك في تصريح للمالح عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة، وتطرق اللقاء إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة ما يتعلق بمسألة شغل المعارضة السورية للمقعد السوري بالجامعة العربية.
حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نظيره السوري بشار الأسد من أن باريس ستستخدم جميع الوسائل القانونية بما في ذلك فرض العقوبات لإدانة نظامه حال التأكد بأدلة تفيد تجدد استخدامه الأسلحة الكيميائية في الحرب بسوريا. أكد أولاند عقب لقائه برئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد الجربة في باريس، أكد أن نتائج الانتخابات السورية معروفة مقدما. من جانبه قال الجربة إن حياة السوريين أصبحت كالجحيم في ظل نظام الأسد الطامح في البقاء كرئيس للبلاد ولو على جثث السوريين. شدد الجربة على ضرورة تسليح المعارضة لضمان صمودها في مواجهة النظام. ميدانيا، أفادت مصادر في المعارضة السورية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمعارضة في محيط قاعدة تل عثمان العسكرية بريف حما الشمالية، حيث تمكن الجيش الحر من صد محاولة تقدم للجيش السوري على جبهة الطريق الدولي. في غضون ذلك ألقت المروحيات براميل متفجرة على مدينتي مورك واللطمانة بحما، بينما شنت المقاتلة غارات جوية على كل من وزور والحيصة ولحاية بنفس المنطقة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدم قدرتها على مساعدة اللاجئين في قطاع غزة بسبب مشاكلها الاقتصادية. وأكدت الوكالة أنها أجبرت بسبب الأزمة على تقليص خدماتها، وهو ما اعتبره اللاجئون فشلا إداريا سيضاعف من معاناتهم. هذا مخيم الشاطئ، إحدى مخيمات قطاع غزة، يسكن فيه حوالي 90,000 لاجئ فلسطيني في مساحة لا تتعدى الكيلومتر المربع الواحد، في ظروف مأساوية. تقول وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين إنها تحسنت، ما أدى إلى تقليص مساعداتها المقدمة لهؤلاء. طلال أبو توها لاجئ فلسطيني من مخيم الشاطئ، رب أسرة مكونة من 10 أفراد، وهو عاطل عن العمل. أوقفت عنه المساعدات المالية المقدمة من الأونروا والمقدرة ب10 دولارات لكل فرد، تصرف كل 3 أشهر، بسبب ما اعتبرته الأونروا تحسنا في وضعه الاقتصادي بعد مسح حالة أجرته وكالة الغوث مؤخرا. تفاجأنا أنه قطعوا عنا المعونة النقدية، كنا نأخذ كل 3 شهور 40 شيكل لكل ولد، فقطعوهم. والآن احنا مهددين أنه يقطعوا عنا برضو المعونة الغذائية اللي هي من الأساس لا تكفي. عائلة 10 أنفار مثلا وأنا مريضة، يعني بدهم أكل، بدهم شرب الأولاد، بدهم حرام عايشين على البطاطا، على اللبن، على الجبن، على ما حدش بده يقدر يحكي يا ابني. والله العظيم حالة يعني ما يؤس منها حالتنا احنا. هذه العائلة تعكس وضع آلاف العائلات اللاجئة والمقيمة في المخيمات في أماكن يصعب أن تسمى منازل، فالقهر هو المحاصر لهم. والمستصرخ وكالة الغوث لاستئناف تقديم جميع أنواع المساعدات لهم بعد توقف تقول الأونروا إنه اضطراري. ما يحدث في قطاع غزة يفوق قدرات الأونروا ويفوق قدرات أي سلطة على الإطلاق. انهيار كامل في الموضوع الاقتصادي. توقعات الناس من الأونروا هي توقعات كبيرة وتوقعات مبالغ فيها، ولكن في الحقيقة نحن لا نستطيع مواجهة ما يحدث في قطاع غزة. 70% من سكان قطاع غزة لاجئون يعتمدون بشكل كامل على وكالة الغوث، وفي ظل الأزمة المالية للأونروا واستحالة الحصول على أي عمل في غزة المحاصرة إسرائيليا والمحرومة من المشاريع المشغلة للعمال، يبقى هؤلاء سائرون في شوارع المخيم بلا أفق أو أمل. عمر بشير، للنيل، قطاع غزة. في باكستان، قتل اليوم 32 شخصا من كبار قادة المتمردين جراء غارات جوية على المناطق القبلية شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية. وأوضح مصدر أمني أن الغارات الجوية استهدفت معاقل للمتمردين في وزيرستان الشمالية لتورطهم في أعمال عنف وقعت مؤخرا، من بينها انفجار في مخيم للنازحين في بيشاور وهجمات على قوافل للقوات الأمنية.
منحت مؤسسة فيرونيزي الإيطالية للفنانين رسام يمني جائزة الفن من أجل السلام لعام 2014 بمجهوداته في التعبير عن قضايا الناس بالرسم على جدران الشوارع. تتضمن رسومات هذا الفنان الصراعات الطائفية والقبلية التي تكاد تمزق أوصال اليمن في الوقت الراهن. تفعيل دور الفنون في نشر السلام دور تبنته مؤسسة فيرونيزي الإيطالية للفنانين، حيث تسعى إلى تشجيع الفنانين الذين يبدون التزاما بثقافة السلام في أنحاء العالم. وفي هذا الإطار حصل الرسام اليمني مراد صبيع على جائزة المؤسسة هذا العام، والتي تحمل اسم جائزة الفن من أجل السلام. مؤسسة فيرونيزي في موقعها على الإنترنت أعلنت فوز صبيع بالجائزة لهذا العام تقديرا لأعماله الفنية المميزة التي تعكس انحيازه والتزامه بالدفاع عن الضعفاء من خلال رسوماته. صبيع أعرب عن اعتزازه وسعادته لفوزه بالجائزة، واعتبرها تكريما لليمن ولكل اليمنيين، مشيرا إلى أن الجائزة ستكون حافزا إضافيا له للاستمرار في التعبير عن قضايا الناس في رسومه الجدارية. نحن في ثالث سنة مستمرين في الرسم، داخلين على ثالث سنة، وهذا برضو دفعة وهي لكل اليمنيين. أنا يعني هذه الجائزة هي لكل اليمنيين ومقدمتهم أصدقائي الرائعين اللي شاركوا وكانوا هم البذرة الأساسية في نجاح هذه الحملات، وما ومن غيرهم لم يكن هناك نجاح حقيقي. وقدم صبيع الشكر لمؤسسة فيرونيزي ولزملائه من الشباب والفتيات الذين اشتركوا في حملات الرسم على جدران الشوارع، ومنها حملات لون جدار شارعك والجدران تتذكر وجوههم و12 ساعة. وانطلقت أحدث حملات مراد صبيع وفريق الفنانين المصاحب له في صنعاء الأسبوع الماضي، وموضوعها سفر اليمنيين للعمل في الخارج وارتباطهم ماديا ومعنويا بالبلاد الأخرى التي يعملون فيها. كما تضمنت الحملة الجديدة أيضا رسوما تعبر عن الصراعات الطائفية والقبلية التي تكاد تمزق أوصال اليمن في الوقت الراهن. الهدف من هذا كله هو إدخال نوع جديد جدا من التعبير إلى الشارع اليمني، وأيضا هناك أيضا جانب إيجابي في هذه الحملات أن الإنسان اليمني لم يكن فقط مشاهد، هو أيضا كان مساهم ومشارك ومعلق أيضا ومنتقد لهذه الحملات أيضا. وينسب إلى صبيع البالغ من العمر 27 عاما الفضل في إدخال أسلوب التعبير عن طريق الرسم على جدران الشوارع في اليمن. مراد صبيع فنان مبدع مبتكر، استطاع أن يكسر حاجز الصمت في وضع كاليمن، واستطاع أن يجدد ويقدم بلوحاته وبمشروعه في اللوحات أن يقدم نموذج مختلف لمخاطبة الجمهور وللتعبير عن القضايا السياسية والاجتماعية بشكل غير مسبوق داخل هذه الساحة الوطنية. هذا وسوف يتسلم صبيع الجائزة في شهر نوفمبر المقبل في حفل مصاحب للمؤتمر العالمي السادس للسلام في ميلانو بإيطاليا. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعلن اليوم الحصر العددي لإجمالي أصوات الناخبين المصريين بالخارج. تواصل حملات الدعاية الانتخابية لدعم السيسي في القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ، وصباح يلتقي سفراء آسيا بالقاهرة لعرض برنامجه الانتخابي. هجوم مسلح على رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي بعد إعلانها الانضمام لعملية الكرامة في ليبيا بقيادة اللواء خليفة حفتر. ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.